السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في القناة. اليوم بغيت نوجد واحد الحليوة المعسلات، بغيت نشاركها معكم. وعندي هنايا نص كيلو ديال الكاوكاو بلا قشرة، غسلته مزيان ودرت ليه الحامض، ودابا غادي نديرو على البوطة باش يتسلق، تحيد منه داك الجهد ديال الكاوكاو. وملي غيتسلق غادي نصفيه وغندير فيه شويه الروح ديال اللوز، وغادي نخليه ينشف حتى ينشف، وعاد غادي ندهنو وندخلو الفران يتحمر، وديك الساعه غادي نطحنو. وغادي نوريكم الطريقه اللي غادي ندير، وتابعوا معانا. هذا هو الكاوكاو بعد ما دخلته الفران، دهنته بشويه ديال الزيت ودرت معاه شويه الروح ديال اللوز هذه، ها هي. ودابا كنطحنو هكا، كندير ليه السكر وكنطحنو في الماكينه، ومن بعد غنوريكم كيفاش جا. هذه العجينه ديالنا بعد ما دلكناها، هي هذه. درت فيها بيضه ودرت فيها الملحه ودرت فيها واحد المعلقه ديال الزيت، واحد الراس معلقه ديال الخميره ديال الحلوه، صافي. وكنو عجنتها وخليتها شويه ترخفات، ودابا غادي نقسمها على أربعة ديال القطع، ومن بعد غادي تتابعوا معايا شنو درت ليها. وهنايا راه طحنت كاوكاو ودرت معاه الزهر، ديك الزه زهر، درت معاه الروح تاع اللوز، ودرت فيه معلقه كبيره ديال الزبده وشويه ديال العسل، ودلكته مزيان جمعته. هو هذا، ها هو كيف جا، جا معلك وزوين، والمذاق كيعطي ديال اللوز غزال ملي سلقته بالحامض، حيت ليه الجهد ديال الكاوكاو. دابا انا غادي نقاد العجينه وغنوريكم كيفاش جا الديكور ديالها. صافي، دابا ديال العجينه ديالنا قسمناها على أربعة ديال الخبيزات، وملي غادي نسرحوهم غادي نوريكم الرق ديالهم كيفاش جا وكيف غندير ليهم. بعد ما شدينا العجينه حنا سرحناها بحال هكا ورقتها مزيان، وغادي ندير ليها الزبده بحال هكا، كلها ديروا ليها الزبده باش ملي تعمروها كتجي مورقه وكتجي زوينه. صافي، وغادي نطويوها بحال هكا غير بالخاطر. هاو كنديروا ليها الزبده، فين بعد ما وقت ما طوينا كنديروا الزبده باش كتجي مزيانه وتجي محلوله. عاود كنطويوها هكا غير قادوها، كتجي زوينه حيت غادي نديرو وحده في وحده. كنطويوها هكا، كنجيبو نديرو الزبده وقت ما طوينا هكا. صافي هكا، دابا غادي نخليوها عاوتاني تنسرحو هاد باش غنديرو وحده في وحده، وتابعوا معانا حتى الاخر. بعد ما سرحنا هاد العجينه عاوتاني غادي نهزو هاديك اللي طويناها ونحطوها في وسطها بحال هكا، غادي نرجعو العجينه بحال هكا، نردو عليها بحال هكا، نديرو الزبده ديما. الزبده هي اللي غتخليها تجي مورقه. كنهز عاوتاني هادي هكا، كنو كنجبدوها شويه هكا باش تجي متبقاش معجنه بحال هكا، وكنديرو الزبده، كنرجعو نطويوها هكا. صافي، وهادي كندهنوها هكايا هكا، وكنحطوها هنا. ونفس الشكل غندير لهاد الجوج هادو بحال هكا، نفس الشكل اللي درت لهادي غنديرو لهادا، حتى هما غادي نسرحهم بحال هكا حتى نسالي، وغنوري لكم الطريقه كيفاش غادي نعمرهم. دابا بعد ما درنا هاد الحربول ديال الكاوكاو غادي نطويوه بحال هكا، ندورو عليه العجينه بحال هكا. العجينه راه كتجي مورقه، ماشي متجيش معجنه، كندورو غير شوي ماشي كله باش ما تجيش فيها العجينه بزاف، غير بحال هكا ضربوا بحال هكا.
صافي بحال هكا. هاد الحشوه راه كت اللي بغى يديرها بما حلوه يديرها ما بحال باش ما درتوها في التعجين. صافي كنضغطو عليه بحال هكا كنهزوه ونحطوه بحال هكا في الماط. صافي كنمشيو بحال هكا حتى كنكملو كل شيء. سرحو عاوتاني حربو لاخر بحال هكا. كناخدو هاد الخليط كنحطوه بحال هكا. اللي عندو اللوز يدير واللي عندو باش يعمرها عاوتاني مالحة يعمرها. هاد العجينة كتعمر كلشي اللي هي كتعمر الحلو والمالح. وكتجي مرقة وخفيفة وكتجي زوين هادو زوين ان شاء الله في رمضان. ان شاء الله في رمضان نديرو شهيوات ان شاء الله ونشاركهم معاكم اللي يكونوا اقتصاديين وساهلين تحضير. صافي هكا كنديرو لي بحال هكا كنو كنمشيو معاهم كاملين حتى كنسالي وغنوريكم كيفاش الطريقة جات. هكا مزيان كدورو غير دويره شويه بحال هكا صافي. واخا يكون هذا اللي زايد غادي نشدو نديروه في الوسط العجينه اللي بغينا نديروه ونديرو له شي حاجه يطلع ما يدار. مبغيتش يتطوى باش ما يجيش معجن. وهادوك القنابل اللي كيكونو في الجناب زايدين تا هما تحيدوهم من هنا. صافي كنمشيو بحال هكا حتى لاخر ونوريكم الطريقة كيفاش جبدنا هاد المعسلات ديالنا من الفران. درت ليهم غير خطيطات ديال العسل ما بغيتش نغرقهم في العسل حيت كاوكاو عجنتو بشويه ديال العسل. ودابا حنا كنقطعوهم قطعتو انا درتهم على شكل مثلثات كدير لهم غير نص قطعه ماشي كتقطعوهم بزاف. حيت جاو شويه مهشهشين مزيان راه حتى القطيع حاولوا عليهم يكون عندكم الموس ماضي باش ما يخسروش ليكم في القطيع. جمعوهم بحال هكا هيا وهادو هما الشكيل ديالهم بعد ما قطعتهم. انا قطعتهم غير بلاتي احسن غير بشويه هكا. هادو راه غادي ينفعوا ان شاء الله في رمضان الكريم. زوين الواحد يوجدهم للفطور كيجيو رائعين وبنانين. وبارطاجيو معكم الفيديو للاصدقاء والاحباب باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد. وتابعونا ان شاء الله على فيديوهات ان شاء الله باذن الله. وهذا هو الشكل النهائي وكنتمنى تدعموني في القناه وبارطاجيو مع الاهل والاصدقاء ويوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله.